مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. إن فهم ومعرفة السمات الشخصية للآخرين يساعدنا على التعامل معهم، ولكل أحد منا هذه الصفات والسمات لها معنى ودلالة في شخصيتنا، ولذلك نحن نقدم لكم اليوم معنى وصفات اسم دحام. معنى اسم دحام: دحام اسم علم مذكر عربي، وهو بصيغة المبالغة من الفعل دحم أي دفع بشدة، والدحام هو الشخص الشديد المدافعة لخصمه، ومنه سمي الرجل دحمان ودحيمان. وفي الجزيرة العربية والبادية يكثرون من فعال في أسمائهم، وذلك دلالة على الكثرة. صفات حامل هذا الاسم: إنسان مندفع بدرجة كبيرة وصريح أحيانا للدرجة التي قد يجرح معها مشاعر الآخرين، من النوع الذي يثبت عند الشدائد والمواقف الصعبة، يقتصد في صرف المال ولا ينفقه في غير محله كي لا يفقد مكتسباته، منضبط جدا ويحب ترتيب أشيائه ومقتنياته. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم دحام؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.